السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل سيدنا. تفضل. صلاة التراويح. تفضل. حصل فيها بعض الاختلاف، يعني الإمام صلى 3 ركعات. الإمام صلى 3 ركعات. ثم سلم. ما سلم. المؤمنين نبهوه فقام جاب ركعة واحدة. وبعد ثم سلم. أيوه. ثم صلى 3 ركعات مرة أخرى. أي يعني أي شيء يعني في هذا الحال يكون يعني يكون يعني هو الأول يعني صلى 3 ركعات. نعم. وأنتم قلتم سبحان الله فقام. ما قلناه، ما حدش قال سبحان الله. ما الماذا صنع يعني؟ سلم في الثالثة، جاب الركعة الثالثة وسلم. وبعدين بعد ما جاب الثالثة ماذا حصل؟ بعد ما سلم بعض المأمومين قالوا ده أنت جبت 3 ركعات للإمام. قالوا له أنت جبت 3 ركعات للإمام. راح جاب ركعة ثاني، راح قايم جاب ركعة منفردة. أيوه يعني اعتبرهم 4 ركعات. وسلم في الركعة المنفردة. خلاص هنعتبره أنه صلى 4 ركعات والمأمومون تبعوه على نيته. 4 ركعات وبعده. نعم. وبعد إذا كانت 4 ثانية هيكون بعد ذلك يأتي بالوتر، مش مشكلة.